السيدات والسادة الوزراء، أيها الحضور الكريم، السادة الأمناء العامون، ظلام اليوم مستشارين بحضر معنا، نرحب بكم ونرحب بالإسلام ونحن يبعودين عن مركز العصر 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 ونستيروا بيدي في الطاقة الاجتماع. هذه مناسبة باش نتكلموا على واحد العدد ديال النقاط اللي هي جد مهمة اللي كتهمكم، كتهم المواطن المغربي. اليوم غادي نتكلم مع الدولة الاجتماعية، غادي نحاول ناخذ شويه ديال الوقت، وغادي ناخذ واحد الوقت اكثر باش نتكلم على قطاع التعليم، على ليديكاسيون. اولا يعني احنا يمكن نقول لكم بانه الحكومه بفضل الدعم ديالكم يعني كاين واحد الطفره نوعيه في تدبير الزمن السياسي، بأنه القبول بالرأي الآخر بالرأي المخالف كذلك، يعني في المعاملة ديالنا لا معكم أغلبية ولا مع المعارضة، يعني في وقت وجيز سنتين نتائج ملموسة لتنزيل السياسات العمومية، و غادي نركز اليوم على الدولة الاجتماعية وعلى لي زافونسي اللي عملنا في هادشي ديال الدولة الاجتماعية. أكيد أنه يعني هذه أيام وهذه أسابيع وحنا كنعيشوا جميع التحولات اللي غادي تعرفها بلادنا في المجتمع بالنسبة يعني الدعم المباشر، ولكن أنا بغيت نقول لكم بأنه كل ما تعمل لحد الساعة بفضل صاحب جلالة المنصور أنه تعمل للأسرة المغربية. فالوقت اللي كنتكلموا على التعليم كنتكلموا على الأسرة، الوقت اللي كنتكلموا على الصحة كنتكلموا على الأسرة، الوقت اللي كنتكلموا على الدعم الاجتماعي كذلك. فنبدا غادي نخلي يعني كما قلت ليدوكاسيون آخر نقطة باش ناخذوا فيها شوية ديال الوقت باش نتكلموا فيها إن شاء الله، ولكن لابد بأن تعرفوا بأنه يعني مسؤولية ديال الحكومة أن البرنامج الحكومي اللي جات به فهي تطبقه، وغادي نعطيكم علاش كنقولها. أولا في الميدان ديال الصحة، فأقل من عامين بدات الدراسة ديال السي اتش يو ديال اللي بالله بدات الدراسة ديال السي اتش يو في كلميم، بدات الدراسة ديال السي اتش يو في الراتيليا، طابق يعني الاشتغال باش تبنى السي اتش يو ديال الراتيليا، غادي يبنى إن شاء الله في 2024 ديال كلميم، الدراسة الآن يعني ديال بني ملال هي في طور إنجاز باش إن شاء الله في آخر المطاف 2025 غادي تبدا البناء ديالها. قلنا بانه الاطباء ما كافينش، انا خصنا ندخلو خصنا ندوبليو لا كاباسيتي ديالهم. فهاد السنه الاولى يعني اللي بدينا هاد العام ديالنا زائد 20% ديال الطلبه ديال الطب اللي دخلوا بالنسبه للسنوات الماضيه، وكل سنه غنزيدو ب 20 ولا 25% ان شاء الله قبل ما نمشيو يعني في اخر مطاف ديال هاد العمر ديال هاد الحكومه غادي نكونوا ضربنا في جوج ازدواج ديال الرقم ديال العدد الاطباء اللي غادي يبداو يتخرجوا اللي غادي يكونوا كيدرسوا ان شاء الله. قلنا بانه غادي تكون لا ريفورم، وبانه هذوك لي ديسبونسير غادي نصلحوهم، تقريبا وصلنا شي 350 اللي تصلحوا على 1400 وشي اخر غادي في الطريق. مع السيد الوزير قال لي يلا هاد الايام 18 اللي وجدوا غير هاد الاسبوع اللي فات، وكتعرفوا الاهميه ديال هاد ديسبونسير بالنسبه للمواطنين وبالنسبه يعني لو كونتاكت يعني النقطه ديال الصله مع المواطن كذلك.
قلنا بانهم غادي نعطيو الامكانيات اللي هي مهمه بالنسبه للصحه، اكثر من 7.5 مليار ديال الدهن من نهار اللي جينا هذه في عامين بالنسبه لهذا 2024 ديال الدهن. الى رجعتوا ل 2021 اش كان في البيدجي اليوم؟ غادي تلقاو 7.5 مليار ديال الدهن، يعني اللي تزاد في البيدجي. هذا سي اون فولونتي باش يعني الطب ديالنا يكون في مستوى، باش الناس تقرا الطب، باش كذلك لي زوبيتو يكونوا يتصلحوا باش يكونوا امكانيات ويكونوا استثمارات. ف كتعرفوا بانه حكومتكم بالفضل ديال الحمد لله الليدرشيب ديال سا ماجيستي جابت كذلك التغطيه الصحيه. اخر يعني 2022 يعني عام تقريبا عام وبعض الاشهر من بعد ما جينا للحكومه كملنا التغطيه وجبنا معنا تقريبا 11 مليون ديال الناس اللي كانوا في الغابيد دخلوا الايمو التضامن. هذا شيء جميل وجد ايجابي. اذن حل لنا واحد العدد من المشاكل لواحد الفئه ديال السكان اللي كان عندها مشاكل في المعاناه في هذا الشيء ديال الصحه، ونحن في بدايه المسار. انتم تقريبا كتكملوا يعني جميع القوانين اللي كاينه، 6 ديال القوانين اللي تعملوا 6 القوانين يعني في اقل من سنتين، يعني خمم لانه ما لقينا شيء داكشي وجد، خمم فيهم ووجدهم وكتبهم وناقشهم وتحاور عليهم ومن بعد دوزو في الحكومه ومن بعد دوزو في البرلمان 6 ديال القوانين. القانون اللي كيهم الصيدليه باش يكون عندنا واحد الاكتفاء الذاتي، باش يكون عندنا واحد الاندستري، باش نقدروا نشريو احسن الدواء ديالنا. القانون ديال البنك الدم باش يكون موجود، المغاربه اللي كيكونوا كيحتاجوا ليه خصو يكون موجود. القانون ديال هذاك الشيء ديال نجمعوا المجموعات ديال الصحيه، انه اليوم في جهه سي اش يو لوبيتال ريجيونال لوبيتال يعني لوبيتال بروفانسيال ديسبونسير، جميع المسائل اللي كتهم الطب هي مجموعه واحده ومتكامله داخل الجهه باش يقدروا الناس يتنقلوا ويخدموا بيناتهم في وسط داخل الجهه. هذا امكانيات اللي هي كبيره اللي تعملت بالنسبه للصحه. الى جيت المشروع ديال الان اللي حنا خدامين فيه واللي هو امام ديال الانظار ديالكم غادي تقدم ابتداء من الاسبوع المقبل، اللي هو الدعم الاجتماعي المباشر. الدعم الاجتماعي المباشر بعد سنتين من عمر الحكومه، وبفضل دعمكم نزلنا النظره ديال صاحب جلالة الله يسعو اللي هو ارشيتكت ديال هذا يعني المشروع الكبير، وغادي ننزلوها ان شاء الله ابتداء من اخر السنه، يعني في اخر ديسمبر غادي تعطوا التعويضات. اشنو هما التعويضات؟ حنا كنتكلموا على الاسره، الاسره غادي يمشيو بها الناس اللي عندهم الاولاد ديالهم كيمشيو للمدرسه، كاين واحد الدعم اللي هو مباشر لكل ولد اللي غادي يكون، اللي ما عندوش الولد ولكن هو اللي هما في حاله ديال الفقر ولا حاله هشه. هاد الناس اللي في حاله الفقر ولا هشه واللي هما ما عندهمش الاولاد حتى هما غادي يمشي لهم واحد الدعم، وغادي يمشي لهم هذا اخر الشهر ان شاء الله اللي غادي يتقيدوا يعني في السجل الوطني الموحد الاجتماعي الموحد. كذلك تكلمنا على سميتو تكلمنا في اللي كيكون واحد الطفل في وضعيه اعاقه كيتزيدوا اكثر بالنسبه لهذوك الاطفال اللي خلاهم. هذاك اللي هو والزوجه ديالو ولكن ما عندوش الامكانيات يعني وحالة هشه وحالة فقر حتى هو غادي يكون عنده الامكانيات. هذاك السيد اللي هو عنده العمر ديالو كبير حتى هو عنده الحق الا كان ضعيف او الا كان بحالة هشه انه يكون وصلوه
ان شاء الله هذا يعني هذا الدعم. الدعم قلنا بانه لو مينيموم على الناس كلهم في الاسره، لو مينيموم على الاقل 500 درهم اللي غادي يدخل الاسره ابتداء من شهر ديسمبر. ولكن اللي عنده ثلاثه ديال الدراري راه يمكن يمشي حتى ل 900، اللي عنده اكثر يمكن يفوت 1000، اللي عنده وضعيه ديال الاعاقه يمكن يفوت 1000 1200، اذا كاين كل واحد على حسب الامكانيات. هذا الشيء اللي كنتكلم على هذا الارقام يعني في افق 2026، ولكن المينيموم اللي خصنا يعني ناخذه بعين الاعتبار بانه الان كاين 500 درهم. فلهذا الحكومه يعني الاختيارات اللي جات بهم هو تطبيق يعني ما اراده صاحب الجلاله والارشيتكت ديال هذه البنيه كلها اللي تعلمت، ولكن جينا باش نطبقوها وجينا باش ننزلوها للميدان. الحكومه جابت كذلك برنامج لشراب تقدم صاحب الجلاله اللي هو ديال السكنه. هذا مشينا لاكلاس مويان الطبقه المتوسطه، مشينا كذلك للطبقه اللي هي ضعيفه 300,000 درهم غادي ياخذ تقريبا الثلث 100,000 درهم. اللي عنده بين 300,000 و700,000 درهم اللي هم في الطبقه المتوسطه غادي ياخذ 70,000 درهم. فهذا دعم مباشر. قبل كان الدعم ماشي في المواطنين، ما كيشوفوش لانه كتنقص ليه هذا من الدي في ار، وهذا كي ما كيخلصش الضريبه، وكتقول هذا لونسومبل هذا راه فيه امكانيات انه يوصل واحد الثمن معقول بالنسبه للمواطن. الان الثمن واضح، ويعني الشك كيمشي للنقطه اللي غادي تعمل معاه يعني هذيك الاوبيراسيون، وفي سميت الشخص اللي غادي ياخذ. وهذا الشيء غادي يخلي ان شاء الله القطاع ديال السكنه غادي يتحرك، ولكن الساكنه كذلك تملك. عرفتوا بانه عندنا واحد العدد ديال الاجراءات في قضيه الانفلاسيون. في الفلاحه عملنا 10 مليار ديال الدرهم، خدينا الفاكتورات ديال يعني الطاقه فيما يخص الالكتريسيتي الضوء. يعني الحقيقه ماشي هو هذاك الثمن اللي كنخاطبوا الاتجاه ديالنا في المغرب، بريسك 50% 60% اقل من الدول المجاوره الاوروبيه، وما عندناش علاش زعما ما عندناش علاش يكونوا هذوك الاثمنه اللي هما اقل. فهذا الدعم اللي هو جد مهم. اذا هذه كلها يعني دعم بالنسبه للمواطن، اخبار صارت بالنسبه للمواطن، مشات للاسره. يجب تملكينها وخصكم تملكوها اكثر، واللي كنطلبوا منكم انه توصلوها للمواطن خصو يفهمها. حنا ماشي في المواطن نشوفوا هذه المسائل ديال التشويش وديال كاين افعال واعمال راه ما عمر شي حكومه في عامين يعني قامت بهذا المجهود ديال الدوله الاجتماعيه كما قامت به هذه الحكومه، وهذا يصفق لها. وهذا واحد مجهود ديال فريق حكومي كبير اللي كيشتغل باش ينزل. هذا مجهود ديال يعني التنسيق اللي كاين بين الاحزاب السياسيه ديال الاغلبيه اللي كتلعب واحد الدور اللي هو كبير. وفي هذه البرامج كلها راه ما كاينش داكشي اللي كنا كنعرفو قبل، لا هذا البرنامج ديالي لا هذا ديال الاخر ولا احمد. كلنا داكشي اللي كتشوفوا في بعض الصحف مع الاسف تشويش تشويش. كلشي حنا متفقين داخل الاغلبيه بان البرامج هي الكبيره هي اولا برامج ديال صاحب الجلاله، ولكن برامج ديال صاحب الجلاله خاص اللي ينزلها للتيران، وهذا اللي ينزلها للتيران هو الحكومه، والحكومه فيها اغلبيه وما كاينش الفرق بيناتهم. ها هما السادات والسادة الوزراء قادرين يقولوا لكم واش كاين شي نهار شي تعامل
يعني او رحت معكم انتم يعني الاغلبيه البرلمانيين والممثلين ديال الامه، واش كاين شي فرق بالنسبه لينا؟ انا كنشوف فريق واحد، كنشوف فريق واحد، وكنقولها للوزاره اللي هما حاضرين، وكنعاود نقولها بان خصكم تشوفوا يعني فوق كلها فريق واحد، لانه على فاه الى انتصرنا يعني الانتصار ديالنا هو ان ننزلوا البرامج، ماشي ما عندناش انتصار على الخصم، هو انتصار على الفقر، انتصار على الهشاشه، نهبطوا البرامج. الى انتصرنا انتصرنا كلها، راه ماشي انا، ماشي سي نزار، ماشي سي وهبي، ماشي كنا سي هاد لي فور. وهذا الشيء حنا عشنا واحد العدد ديال التجارب في الاغلبيات اللي فاتوا، راه صعيب باش تلقى هذا المستوى ديال الانسجام يعني داخل الحكومه وداخل الاغلبيه. دابا في سباس ديال 3 شهور، هذا هو الاجتماع الرابع ديال الاغلبيه. اجتمعنا قبل ما نمشيو في اوت على البيدجي على الروات فين اتفقنا، اجتمعنا مع الاغلبيه على الدعم الاجتماعي. اجتمعنا هذا الاسبوع 3 في الاغلبيه كذلك على الاشكاليه ديال التعليم. اليوم عندنا اجتماع مع البرلمانيين 4 شهور، يعني حركه كبيره. وباش تفهموا بانه هذه يعني سيتي كونفيكسيون، عقيده ديالنا انه نزيدوا هذه الاغلبيه، ماشي نزيدوا بحزب، ماشي نزيدوا وزير، ماشي هذا، فريق منسجم متكامل. وكنشكركم على الدعم ديالكم كلكم اللي كتقدموا للحكومه. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.